الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم، فقد فاز المتقون. ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إخوة الإسلام، إن من الأمور التي وضع الإسلام لها أهمية عظيمة وحراسة كبيرة هي الأعراض. فلقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الوداع، وقال في ضمن ما قال: أيها الناس، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. وإن الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ لسانه أكثر من أي شيء. فلقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في كلام مفيد ومركز: إن دل على شيء فإن خطر الإسلام على خطر اللسان وعواقب ما يتلفظه اللسان. قال في ذلك: ليس في الدنيا شيئا أحوج إلى طول السجن من اللسان. ولقد روي كذلك أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها جلست ذات يوم مع نساء المدينة، فقالت إحداهن: والله لأدخلن الجنة، والله لأدخلن الجنة فلقد أسلمت وما زنيت وما سرقت. ولما انفضت الجلسة رأت تلك المرأة رؤيا، رأت تلك المرأة رؤيا في المنام جيء إليها، وسمعت صوتا يقول لها: أنت المتآلية على أنك سوف تدخلين الجنة لأنك أسلمت وما زنيت وما سرقت، كيف ذلك وأنت التي تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ فلما استيقظت ذهبت إلى سيدة عائشة عنها وأخبرتها ما رأت في المنام. فقالت عائشة: اذهبي واجمعي هؤلاء النساء التي كنا معك البارحة وقولي لهم ما رأيت في المنام. فجمعت النساء وقالت لهن ما قالت وما رأت في المنام ليلة البارحة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث:
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا أيها اللسان فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان إذا ما استقام استقام الجسم كله، واللسان إذا ما اعوج اعوج الجسم كله. والله تبارك وتعالى حذرنا كثيرا في القرآن في آيات كثيرة، وحثنا على حفظ اللسان. يقول تعالى ولا تقل ولا تخف ما ليس لك به علم، لا تخف ما ليس لك به علم. وكذلك يقول في آيات أخرى، هذه الآيات جاءت كصفات على المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنهم يستعملون ألسنتهم أو ألسنتهم على الحق والعدل ولا يكونوا مثل ما يفعل كثير من الجهال، إذا سمع شيئا لا يتيقن فيه، وإذا سمع حديثا لا يتيرث فيه، إنما يأخذه جملة وتفصيلة ويشيعها للآخرين. يقول نبينا محمد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول عز من قائل عليم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحات لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمة، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذوي الأصل العلي أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،
اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح ولاة المسلمين، خذ بأيديهم إلى ما فيه الخير والصواب. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم خذ بأيديهم إلى ما فيه الخير والصواب. اللهم هون عليهم بطانة صالحة. اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم ارحم شباب المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا وتول أمورنا وحصن خلاصنا وفك أسرانا وبلغنا ما يرضيك أعمالنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. واكتب اللهم سترك وسلامك على عبيدك الغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.